الهوية ولا الايدنتيتي هي المعرفة والوعي بالذات في علاقتها مع الآخرين، يعني من أنا ومن هو الآخر. الآخر هنا يقدر يكون إنسان أو مجتمع أو ثقافة، والهوية كتمثل حقيقة الذات، شكون طب صح، ماشي داكشي اللي كتبغي تبين للناس، الحقيقة ديالك فاش كتجلس مع راسك بعيدا عن الآخر، الأفكار اللي عندك، طريقة التصرف، المبادئ والقيم اللي كتآمن بها بعيدا عن أي نفاق اجتماعي، يعني حقيقة ذاتك واللي كتخليك مختلف على الآخرين. هذا بالنسبة للفرد، ويمكن نطبقوا هذه المفاهيم حتى على الجماعات، يعني الهوية الجماعية اللي كتضم لنا الهوية الثقافية، الهوية الوطنية، الهوية العرقية إلى آخره. كل مجموعة عندها خصائص كتميزها على مجموعات آخرين. ناخذ غير مثال ديال الأكل، المطبخ المغربي فيه من المميزات ما يجعله مختلفا عن باقي المطابخ، وهذا الشيء راجع للطبيعة البشرية والرغبة في التميز عن الآخر والحاجة إلى الانتماء. خير مثال هو كأس العالم في قطر والإنجاز اللي قام به المنتخب. شنو اللي خلاك تخرج للشارع وتفرح؟ الانتماء، الافيليشن ديالك لهذا الوطن اللي كيشكل جزء من هويتك كإنسان. انت كإنسان كتزاد ورقة بيضاء، الأب والأم ديالك كيعطوك سمية وكتولي جزء من الهوية ديالك، الدولة اللي كتنتمي لها كتعطيك رقم هوية خاص بك وكيولي جزء من هويتك كمواطن، المجتمع الثقافة اللي كتعيش فيها كتزرع فيك مجموعة ديال القيم، وحتى التجارب اللي كتعيشها كتزيد تشكل هويتك وسط هذا العالم. Identity is a reflective self-conception or self-image that we each derive from our family, gender, cultural, ethnic and individual socialization process. يعني أن الهوية هي انعكاس لمعرفة الذات أو صورة ذاتية كنستمدوها من خلال التنشئة الاجتماعية الأسرية والجندرية والثقافية والعرقية والفردية. Identity construction often relies on external effects. In other words, identity is established by what is not. إلا بقي عاقلين على الشرح اللي درنا بالنسبة للمعنى عند structuralist، قلنا بلي أن الكلمة ما عندها حتى شي معنى بحد ذاته، ولكن كتستمد المعنى ديالها من خلال العلاقات والاختلافات الموجودة في الكلمات اللي دار بها. مثلا كلمة شجرة ما عندها حتى شي معنى متأصل، ولكن هي شجرة حيت ماشي ربيع والله ورضى. بالنسبة للهوية تقريبا نفس الشيء، بناء الهوية كيعتمد على عوامل خارجية. أنت مغربي يعني أنك أنت ماشي أمريكي، أنت مسلم يعني أنك ماشي مسيحي، أنت ذكر يعني أنك ماشي أنثى، أنت حيت أنت ماشي هو الآخر. السؤال دابا، واش الهوية ستاتيك ولا دايناميك؟ واش ثابتة ولا متغيرة؟ الرؤية القديمة كانت كتشوف بلي أن الهوية ثابتة ولا تتغير، بحال مثلا أفلاطون اللي قال أن كل إنسان عنده جوهر ولا شكل لا يتغير يحدد هويته. إلى عقلتو راه تكلمنا على هاد النظرية ديال الفورمز ولا المثول في الفيديو ديال structuralism. روسو حتى هو كيقول بلي أن هوية الشخص متأصلة وثابتة ومحددة بالطبيعة. بالنسبة لروسو كل شخص عنده بعض الصفات والفضائل الأساسية اللي اكتسبها الإنسان في الحالة الطبيعية الأولى قبل تلوث الحضارة والمجتمعات المدنية، وهاد الصفات كتشمل الشجاعة والعدالة والكرم والصدق والتسامح. كانت عطى الهوية بعد أخلاقي، واقترح فكرة الواجب الأخلاقي كأساس للتصرف الإنساني، وبالتالي فالهوية عند كانت كتميز بتباث وجودي وكتجلى في وجوبية اتباع المبادئ الأخلاقية العامة. نحاول نشرحوا هذه وجهات النظر ديال أمين معلوف وستيوارت هول. أمين معلوف قال بلي أن هوية الشخص كتشكل من خلال تراث الماضي والتأثيرات الحالية، يعني بشكل عمودي واللي هو تأثير التراث اللي ورثناه على الأجداد ديالنا، الروابط الدينية والعادات الثقافية، والشكل الأفقي كيعني تأثير المجتمع اللي كنعيشوا فيه والتفاعلات ديالنا مع الآخرين. مثلا طريقة اللباس، الموسيقى واللغة اللي كنستعملوها كتأثر على تشكيل الهوية ديالنا. أمين معلوف كيقول بلي أن الايدنتيتي إز كونتكست باوند، يعني أن الهوية عندها ارتباط وكتأثر بالمكان. مثلا أنت في المغرب الهوية ديالك مواطن مغربي، ولكن إلى خرج لأوروبا الهوية ديالك كتغير وما كتبقاش مواطن ولكن كتسمى مهاجر. ستيوارت هول قال بلي أن الهوية كتشكل من خلال عوامل اجتماعية وسياسية وتاريخية. ومن بين المفاهيم اللي ركز عليها ستيوارت هول هي الريبريزنتيشن، والدور اللي كتلعب في تشكيل تصورات الافراد لانفسهم. مثلا جمعيات حقوق المراه في المغرب لعبت دور كبير وتحدات الاعراف التقليديه المتعلقه بالجندر، يعني بدور كل من الرجل والمراه في المجتمع، من خلال الريبريزنتيشن ديال دور المراه عن طريق الاعلام واستضافه شخصيات نسائيه على المنصات الاعلاميه. المراه في المنظور التقليدي كانت كتشوف راسها ربه بيت، ودابا ولات كتشوف راسها كفاعله في المجتمع. ستيوارت هول جاب لنا ثلاثه ديال المفاهيم للهويه. اول مفهوم هو the enlightened self ولا الذات التنويريه،
واللي كتعني أن كل شخص عنده مركز داخلي ولا نقطة مركزية. هذا المركز كيبدأ مع ولادة الفرد وكيمثل الهوية الأساسية للشخص. مثلا شي إنسان كيآمن بقيم التعاون، غتلقاه مثلا منخرط في شي جمعية وكيدير العمل التطوعي، لأن هذا العمل كيعكس المركز الداخلي واللي كيشكل الهوية ديالو. وهنا ستيوارت هول بغى يوصل لنا باللي أن جزء من هوية الشخص كتكون متأصلة وكتبدأ من ولادة الفرد. The sociological self ولا الذات الاجتماعية. بالنسبة لهذا المفهوم فالهوية كيتم التشكيل ديالها من خلال التفاعلات الثقافية، بمعنى آخر أن الأفراد كيبقاو محافظين على الجوهر ديالهم اللي هو the enlightened self، ولكن كيتأثروا بالقوى الثقافية الخارجية والديناميات المجتمعية. Postmodern self ولا الذات ما بعد الحداثية. من وجهة نظر هذا المفهوم فالهوية ما بقاتش موحدة ومستقرة، ولكن مجزأة وسلسة fluid. الأفراد كتنتقل بين هويات متعددة ومتضاربة في بعض الأحيان، وهذا الشيء كيؤدي لواحد العملية مستمرة من التوافق ومحاولة التكيف بين الإنسان والهويات الجديدة اللي كينتقل لها. وبالتالي فالهوية كيف ما قال هول كتولي celebration and transit، يعني احتفال عابر، كتشكل من خلال السياقات التاريخية والثقافية بدلا من المحددات البيولوجية. المجتمعات الحديثة كتميز بالتنوع وانقسامات اجتماعية وصراعات مختلفة، وهذا الشيء كيؤدي إلى مجموعة متنوعة من الهويات الفردية. ستيوارت هول قال بلي أن في المجتمع الحديث يقدر الإنسان يحس بالارتباك ولا شعور مشوش تجاه الهوية دياله، وهذا الشيء راجع لعوامل مختلفة بما في ذلك الميديا ريبريزنتيشن والعولمة والتغير الاجتماعي، بحال مثلا هذا الشيء اللي وقع في المغرب والتوثر بين الهوية الثقافية التقليدية والهوية الحديثة، ولا التوثر الناتج عن اللغة والاستعمالات ديالها ما بين العربية والأمازيغية والفرنسية، ولا التوثر ما بين المحافظين الإسلاميين والليبراليين العلمانيين، وكيفاش أن الميديا كتلعب دور كبير في نشر هذه الاختلافات. ستيوارت هول قال أن الإنسان كيطيح في أزمة الهوية فاش كيلقى راسو في صراع مع تعقيدات هوياته المتغير والمتضارب، والناتج على الريبريزنتيشن اللي كدير الميديا للعرق والجندر والطبقة الاجتماعية، الشيء اللي كيؤدي لعدم اليقين بشأن الإحساس بالذات.